السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادية للطبخ والحلويات. اليوم غنحضروا غريبة بالقرقاع. نمشيو دابا للمقادير. بالنسبة للمقادير غنحتاج هنايا نص رابعة جنجلان، نص رابعة زبدة ما يعادل 125 غرام، 125 غرام، 75 غرام سنيدة، نص بكية ديال الخميرة، كأس ديال الزيت ديال الشاي مملوء، ربع كأس ديال ماء الزهر، الدقيق غنحتاج هنا 375 غرام ديال الدقيق، ولكن على حسب العجينة ديالي، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب دغيا وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. بالنسبة للتزيين غنحتاج حبيبات ديال القرقع صينين وسكر كلاصي. نمشيو دابا لطريقة التحضير. غنخلط هنا الزبدة والقرقاع مزيان، من بعد ضفت السنيدة. انا هنا السنيدة نسيت ما قلتش لكم، درت معها قبيصة ديال الملح، ضفت هنا الزيت وماء الزهر وغنخلط كل مزيان. من بعد نضيف الدقيق تدريجيا، نضيف الدقيق كيف ما قلت لكم. انا هنا واخا عطيتكم العبار ديال الدقيق، غندير غير القياس حتى نشوف على حسب كل دقيق، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي لا. بالنسبة للخميرة كيف ما قلت لكم غير نص خمارة، كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا كيفاش كيخليتها. انا هنا درت 700، انا هنا تقريبا عفوا بغيت نقول لكم درت 400 غرام ديال الدقيق اللي هزت ليا، قلت لكم درت 700. كيفاش كتجي؟ كتجي مرخوفه. نجيب دابا نكور الكويرات ديالي، نغطسها شويه في ماء الزهر، نعاودها السكر كلاصي كيف ما كتشاهد. انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. غنجيب قرقاعه ونقطعها هكا. انا هنا شعلت عليها الفرن يسخن مزيان، شعلت بطبيعة الحال فوق وتحت حتى طيب ونخرجوه. كيف ما كتشاهدوا سيداتي الغريبه ديالنا كيفاش جات، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.